الرقم ده زيادة قد إيه؟ يعني قولي الرقم ده مقارنة يعني بالشهر اللي قبليه، إحنا هنا بنتكلم يعني في زيادة قد إيه؟ كام في المية يعني؟ مش اقل من 40%، مش وبالتالي اقل أنت من بتقول إنه 40%. يعني أصلا أنا دلوقتي كنت بتكلم في العيش، فأنا بتكلم في إن رغيف إنه سندوتش الفول طبعا هيزيد طبعا يعني فوق ال 40% إذا كان العيش زايد من نص جنيه لجنيه، طبعا. وبعدين والفول بقى زايد بتقول لي وفعلا 40%، فعلا فانت حتى بتقول لي ان سندوتش الفول الطبيعي بتاع الناس العادية لما يجي ياخد سندوتش فول هيزيد قد ايه؟ يزيد كام؟ 70 يعني 80% حضرتك مثلا؟ يا سيدي، لا 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 لا، هيزيد 40%، هي النسبة واحدة. يعني ما انت دايما عندك العيش قلنا لو في زاد، العيش زاد والفول زاد ما هو بصي حضرتك، والزيت زاد. انت عندك في نقطتين. الفول اللي بيخش بالنسبة للمحلات اغلبها دلوقتي فول مستورد، الفول البلدي بقى قليل الاستهلاك خالص لانه انتاجه قليل، وجزء كبير من انتاجنا حتى في الفول البلدي بيخش في عملية الدش والتصدير. واحنا يمكن يعني ما بنحبش نتكلم في الحتة دي، ان في بعض احيان بيبقى من المشكلة لو استمر التصدير للفول البلدي، برغم ان هو بيجيب طيب اسعار مرتفعة جدا، يعني ماشي. انا كل في النهايه طن استاذ مصطفى، مصدره ضعف المستورد الناس اللي اللي انا بجيبه. بتتفرج علينا دي بس عايزه تعرف سندوتش الفول هيزيد قد ايه؟ يعني المواضيع معقده، يمكن احنا انا وحضرتك نتكلم في الاقتصاد تمام، بس في تمام، النهايه انت بتتكلم في زياده مش اقل من 50% في سندوتش الفول كلام في المجمل طبعا كلام او طبق حزين، الفول لان الناس بتاكله على العربيات طبعا مش هيزيد. اقل انا من 40 بالنسبه لي 50%. بالظبط طيب بالظبط، ما هو ده غير بقى الكشري. الكشري بقى ايه بقى؟ حاجه رفاهيه، لانه الكشري دلوقتي رز طبعا وعدس طبعا وحمص لو وحمص. يعني لا بقى لا ده بقى ولا اللحمه يعني، ايوه صح. وبصل ده بقى زاد كمان. طب يعني العدس كمان زاد مش كده؟ بص طبعا كل هو ما مستورد. هو مصر لا تنتج اكتر من 5% من استهلاكها للعدس، و95% مستورد. العدس زاد فحضرتك 15 جنيه في الكيلو عادي كده، واحنا نازلين نعمل طبعا شوربة عدس طبعا مثلا، احنا طبعا، عارفين ان العدس زاد في الكيلو 15 جنيه والفاصوليا البيضاء مش عايز اقول لحضرتك سعر عشان الناس ما تنزعجش، الطن وصل ل 100,000 جنيه، متخيل حضرتك؟ كام يا يعني استاذ مصطفى كام؟ الطن وصل ل 100,000 جنيه. يعني ايوه يعني ده زياده قد ايه؟ ما انت تقول لي 100,000 انا ما بقاش فاهمه. لا يعني احنا بدأنا الموسم الصيفي كنا في حدود ال 52,000 54,000 قفص، يعني في حوالي برضه ارتفاع بنسبة 90% على الأقل. 90% الفاصوليا بلاش كشري يا جماعة، بلاش البيضاء، بلاش فول بلاش كشري. بالظبط الكشري بقى حاجة بلاش، فاصوليا بيضة مش عارفة هناكل ايه. طيب يعني ما لا ما احنا قفلنا اللحمة الحلقة اللي فاتت، قلنا اللحمة خلاص، والفراخ قلنا بلاش، بلاش فول بلاش كشري بلاش اي حاجة. نحن في يعني هي انتظار بصي حل حضرتك مشكلة سعر الصرف، مشكلة سعر الصرف هي المحور هي وهي المحور. اللي نعم خالقة صح. حالة من الفزع عند كل من يعمل. يعني أنا مش عايز أقول لحضرتك حتى مستوردين الفول بيبقى قلقان إنه ياخد قرار استيراد، لأنه هو بيتفق على سعر دولار، هو مش عارف هيسدد قد إيه صح فيه صح ومش عارف هيوصل لإيه. استقرار سعر الصرف هو الفيصل، شكرا. ونتمنى نعم أن يتم يعني حل هذه المشكلة، وأعتقد أنه جزء كبير منها سياسي وليس اقتصادي. الاقتصاد عشان يتظبط بياخد فترات طويلة، ولكن القرارات السياسية أعتقد بتكون تأثيرها سريع جدا وبتقدر توجد نوع من الإطمئنان. شكرا أستاذ مصطفى النجاري، رئيس لجنة الأرز بالمجلس التنظيمي للحصلات الزراعية.